لم يكن أحد ليتوقع أن ينتقد ستيفن هوكينغ عالم الفيزياء البريطاني يوما ما نفس التقنية التي ساعدته في النطق. ستيفن هوكينغ مصاب بمرض التصلب الجانبي منذ شبابه، ما خلف لديه مضاعفات أصيب على إثرها بشلل تام، ولم يعد قادرا على النطق، إلا أن نظام الحاسوب الخاص والمتصل بكرسيه ساعد هوكينغ في التحكم والتواصل باستخدام صوت مولد إلكتروني وإصدار الأوامر عن طريق حركة عينيه ورأسه، ليصبح من أبرز العلماء في العالم. مستخدم التقنية ذاتها دق ناقوس الخطر محذرا من أن الذكاء الاصطناعي يحمل في أحشائه تهديدا للوجود البشري، إذ أنه أصبح يتطور بسرعة كبيرة لدرجة قد يتجاوز فيها ذكاء الإنسان، بل وقد يتسبب في القضاء على الجنس البشري في سيناريو شبيه بقصة فيلم Terminator. What are you looking for today? ولا يخشى هوكينغ تطوير الذكاء الاصطناعي وحده، فهناك قلق من أن تحل هذه الآلات الذكية مكان البشر، وبذلك يخسر الملايين وظائفهم على المدى القصير. هذا وحذرت في وقت سابق قمة عالمية لمعهد الذكاء الاصطناعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أن التطورات المتسارعة لتطوير الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية ما لم تتخذ ضوابط أخلاقية وإجراءات قيادية جريئة وفعالة للحيلولة دون وصول البشرية إلى منعطف جديد في تاريخها. زينب خرفاتي، العربية.